احتفاء باليوم الخليجي لصعوبات التعلم، وبهدف نشر الوعي داخل المجتمع المدرسي وخارجه عن ماهية صعوبات التعلم، نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بالشراكة مع وزارة التعليم حلقة نقاش بعنوان خارطة الطريق نحو المأمول. حلقة النقاش تركزت بشكل كبير جدا حول صعوبات التعلم لدى الأطفال والطلبة، وحقيقة هو واحد من البرامج اللي نعتقد بأهميته، وإن شاء الله بيكون لنا دور كبير جدا في عملية تطوير المعلمين والمعلمات دعما لهذا البرنامج. حاولنا من خلال هذه الورشة أن نجمع كل المعنيين بقضية صعوبة التعلم. هناك تنوع في هذه الورشة النقاشية أو الحلقة النقاشية من كل المعنيين بقضية صعوبة التعلم. تأتي تلك الفعالية إيمانا بأهمية الدور التشاركي بين مؤسسات المجتمع المختلفة وتكاتف الجهود للوصول لأفضل الممارسات المهنية ووضع الحلول العلمية ضمن الإمكانات المتاحة لتطوير ميدان صعوبات التعلم. من خلال النقاش الثري اليوم في هذه الحلقة اتضح لنا وجود بعض التحديات التي تستلزم تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، ولعل أهمها تضافر الجهود بين المراكز البحثية الموجودة في المملكة والموجودة في الجامعات السعودية مع وزارة التعليم. ميزة الورشة اليوم أنها ورشة حوارية نقاشية، مب مثل الدورات التدريبية اللي تكون شخص متحدث وشخص متلقي فقط، لا، الآن هنا اليوم بإذن الله تلتقي الأفكار تلتقي، وممكن بعض الأفكار إذا ركبت فكرة مع فكرة تطلع بنتيجة حلوة في مجال التربية الخاصة بالعموم وصعوبات التعلم على وجه الخصوص. التغيير لازم دائما يكون سيستماتيك بالسيستم، فالسيستم هو تبني دعم السلوك الإيجابي لكل الأطفال، بحيث مو فقط هو حاس بالإنجاز، حتى الأطفال حواليه كلهم يقدرون إنجازه ويقدرون اختلافه. لقناة عين بدر الدوسري، الرياض.